هذا الاجتماع اليوم على صعيد جهة مراكش أسفي ودخل في إطار الاجتماعات الجهوية اللي بديناها مع جميع الجهات، وذلك لتقييم مرحلي في هذه الثلاث سنوات اللي مضت على تنزيل برامج بضوطية التنمية البشرية. وكان حقا اجتماع ناجح لأن كان واحد المشاركة مكثفة من جميع من المجتمع المدني وكذلك منتخبون وإدارات عمومية اللي هما كيشكلوا لجان الحكمة ديال هذه المبادرة ديال مبادرة التنمية البشرية. وكذلك كانت مناسبة اللي يعني باش نشوفوا جميعا برامج اللي تنجزت كانت جد مهمة، وكذلك لتقييم المناهج ومقاربات ديال العمل اللي كنشتغلوا بها. وفعلا كان هناك ان تقريبا 520 مشارك اللي كانوا حاضرين هنا في مراكش وكذلك عن بعد في جميع العمالات والاقاليم اللي كيكونوا هذه الجهه. وكان في حقيقة اجتماع ناجح، وكذلك شفنا لان كاين واحد التجارب اللي هي كدار في هذه الجهه خاصه يعني في الجهه ديال. وكانت التجربه الاولى هي ادماج الشباب في سوق الشغل اللي هي تجربه نموذجيه كدار مع شركاء دوليين، وكذلك دراسه كتهم الصحه ديال الام والطفل كدار مع الامم المتحده كنديروها على صعيد هذه الجهه. وتقسمنا مع جميع المشاركين النتائج الاوليه ديال هاد المشاريع، وان شاء الله غتم التعميم ديالها على الصعيد الوطني قريبا ان شاء الله.